بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم ابنائي واحبابي طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس الجامعه الابتدائيه في درس جديد من دروس الرياضيات المقدمه للصف الثالث الابتدائي ضمن منظومه التعليم عن بعد والتي تقدمها مدارس الجامعة الابتدائية معكم معلم الرياضيات الأستاذ بسام رحمي أحمد كنا في الحصص الماضية بدأنا في الفصل العاشر والذي بعنوان عرض البيانات وتفسيرها بدأنا هذا الفصل بكيف نمثل البيانات باستخدام الرموز، كيف نعبر أو نحول البيانات من أرقام وإشارات إلى رموز، نعبر بهذه الرموز عن البيانات، ثم في الدرس التالي له كيف نفسر هذه الرموز وهذه البيانات المرسومة، وفي الحصة الماضية تكلمنا عن التمثيل بالأعمدة وكيف نستخدم الرسم البياني بالأعمدة للتعبير عن البيانات. اليوم إن شاء الله أبنائي وأحبابي في هذا نكمل في نفس الموضوع وهو درس اليوم تفسير التمثيل بالأعمدة، تفسير التمثيل بالأعمدة. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن التمثيل بالأعمدة، اليوم سوف نفسر هذا التمثيل بالأعمدة. درس اليوم في الكتاب المدرسي صفحة 156. الكتاب صفحة 156. يا ريت نفتح الكتاب جميعا في كتاب المدرسي درس اليوم صفحة 156. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة درس اليوم الفكرة الأساسية في درس اليوم هي كيف افسر البيانات الممثله بالاعمده او الممثله بالاعمده عندنا هتكون بيانات ممثله بالاعمده نفسر هذه البيانات نبدا ابنائي واحبابي مع فقره استعد في فقره استعد بيقول لي جمعت مريم بيانات عن الانشطه المفضله للطالبات في عطله نهايه الاسبوع ثم مثلتها بالأعمده. وهذا هو التمثيل الذي رسمته مريم للأعمده. لو نظرنا أبنائي وأحبابي إلى هذه المعلومات الموجوده في التمثيل، نلاحظ أن احنا عندنا كم نشاط من الأنشطه التي سألت عليها أو جمعت مريم عنها البيانات. كم نشاط موجود عندنا؟ لابد أن أتعلم كيف أقرأ التمثيل بالأعمدة. لاحظ إن معنى أيوه السفر، القراءة، التسوق، التنزه، زيارة الأقارب. يبقى عندنا كم نشاط الآن؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة أنشطة. خمسة أنشطة سألت عنها مريم. سألت عنها مريم. ونلاحظ إنه في الخط الرأسي عدد الطالبات صفر اثنين أربعة ستة صفر أربعة ستة وبالتالي المطلوب الآن هو كي أتعلم كيف أفسر هذه البيانات هذه الرسمة سوف تكون بداية لنا في الدرس عندنا في البداية أنوه إلى أننا قد تعلمنا كيف نفسر البيانات الممثلة بالرموز في الدروس السابقة؟ والآن يمكنني أن أفسر البيانات الممثلة بالأعمدة. مثال من واقع الحياة، هناخد هو نفس المثال اللي كان في فقرة استعد، عن الهوايات والأنشطة، كم السؤال هنا، كم يزيد عدد الطالبات اللواتي يفضلن القراءة في نهاية الأسبوع على عدد الطالبات اللواتي يفضلن التنزه. هذا السؤال متعلق بسؤال أو الرسمة اللي في فقرة فقرة استعد، فلا بد أن يكون معي فقرة استعد أو الرسمة اللي في فقرة استعد علشان كده هنجيب الرسمة معنا. ها هي الرسمة التمثيل بالأعمدة وأبدأ أناقش هذه الرسمة في ضوء السؤال الموجود، السؤال كان بيتكلم على القراءة والتنزه. القراءة والتنزه. القراءة نشاط القراءة هلاحظ ان نشاط القراءة هو اطول الاعمدة يعني اكثر الطالبات كانوا يفضلن نشاط القراءة فهو الاكثر تفضيلا طب كم طالبة من ضمن الاسئلة كانت كم طالبة ايوه ما بين الاربعة والستة يعني كم؟ يعني خمسة فعلا القراءة خمس طالبات طب والتنزه اقصر عمود وعلى اقل تفضيلا وكم طالبة طالبة واحدة فقط طالبة واحدة فقط وبالتالي يكون الفرق أو الزيادة زيادة الطالب بين الخطين ما بين نشاط أو تفضيل القراءة على التنزه فنقول خمسة ناقص أربعة يساوي خمسة ناقص واحد يساوي أربعة يبقى الفرق يساوي كم؟ أربعة يبقى بكم يزيد القراءة عن التنزه بأربع طالبات أربع طالبات واضح كيف يا شباب؟ تمام، أحسنتم الله يبارك فيكم. يبقى يزيد عدد الطالبات اللواتي يفضلن القراءة في نهاية الأسبوع على الطالبات اللواتي يفضلن التنزه بأربع طالبات، هذه الجملة هذه الجملة اللي إحنا كتبناها تمثل أو تعتبر التمثيل تفسير لهذا التمثيل البياني والإجابة عن السؤال الأساسي اللي كان في الفقرة بتاعتنا تمام ممتاز ننتقل الآن أبنائي إلى مثال آخر مثال من واقع الحياة أفسر البيانات الممثلة بالأعمدة السؤال في التربية الفنية عرضت عشرون لوحة في مسابقة الفنية أمثل هذه البيانات بالأعمدة ثم أكتب جملة أصف بها هذه الهوايات نلاحظ معنى الجدول أيوة عنوان الجدول مسابقة الفنية موضوع اللوحة عندي التراث البيانات الأبنية البحار العدد ستة عشرة اثنين و آه في هنا مشكلة عندي إن عدد الطلاب الذين مثلوا او رسموا عن البحار مش موجود طيب اذا في عندي مهمه قبل ان ابدا في التمثيل البيانات بالاعمده وكتابه جمله المهمه بتاعتي اني اوجد العدد الطلاب نوجد عدد الطلاب كيف لاحظ معي السؤال هنا بيقول عرضه عشرون لوحه يبقى العدد كله عشرين طب هل لو جمعنا ستة وعشرة واثنين هيكونوا عشرين؟ لا ده ستة وعشرة واثنين ها؟ أه؟ هيساوي كام؟ تمنطاشر لوحة يبقى أنا الآن لو كانت لوحات للتراث والنباتات والأبنية عشر فيبقى كم لوحة باقية لل... للبحار؟ هم كلهم عشرين الآن معنا عشر باقي عليا كم لوحة؟ كم لوحة؟ ها؟ أه؟ الله ممتاز ممتاز لوحتين يا سلام كيف عرفناها انهم لوحتين نحن إن قلنا 20 انقص منها 18 يساوي 2 اذا عدد اللوحات المرسومة عن البحار كم كم يا شباب 2 اي نعم توجد لوحتان عن البحار يبقى نحطها في الجدول لاحظ هنحطها في الجدول اهي حطيناها عن الـ الـ البحار عن البحار كم لوحة اثنين اهم حوطنا عليها اهي واضحة معايا يا شباب؟ ممتاز. يبقى إذا الآن أستطيع إن أنا أكمل الحل في إن أنا أمثل بالأعمدة أهو اللوحة عندنا، واضح الرقم اثنين أهو موجود دلوقتي في اللوحة، وأبدأ أمثل الرسمة، أهي موجودة عندي، لاحظ معايا، التراث ستة، فيبقى عندي نشاط التراث أهو اتنين أربعة ستة، طلع لين الستة. الب... النباتات عشرة يبقى اثنين اربعة ستة تمانية عشرة ال... الابنية اثنين الابنية اثنين اهو اثنين البحار اثنين البحار اثنين اهو اثنين تمام يبقى هكذا رسمنا مثلنا بالاعمدة وكما قلنا في اللقاء الماضي ان ترسم الاعمدة بينها مسافات في مسافة ما بين كل عمود والاخر وان العمود يطلع لغاية الرقم الموجود امامه طيب الآن نبي نكتب جملة تعبر عن هذا الرسم اختر اكتب جملة تعبر فيها عن هذا الرسم أنا طبعا مكتوبة ألاحظ فيها أن التمثيل يبين التمثيل أن عدد لوحات الأبنية يساوي عدد لوحات البحار عدد لوحات الأبنية يساوي عدد لوحات الـ البحار جميل واحد تاني ممكن يقول جملة تانية ايه النباتات كام النباتات عندنا كام اه عشرة طب وهم كلهم كام عشرين يعني النباتات بالحالها النباتات بالحالها تعتبر كام ها نصف اللوحات عن النباتات النباتات بالحالها تساوي التراث مجموعة عليه الابنية مجموع عليه البحار لان ستة واثنين واثنين يساوي عشرة استطيع ان افسر باكثر من جملة وليست بجملة واحدة. اكثر من جملة يعبر تعبر عن هذه الرسمة. تعتبر ايضا اجابة صحيحة. الان ابنائي واحبابي سوف ننتقل الى فقرة تأكد في الكتاب المدرسي صفحة 157. فقرة تأكد في صفحة 157. كلنا نفتح الكتاب على صفحة 157 فقرة تاكد الان عندنا استعمل الرسم المجاور لاجيب عن الاسئله السؤال ادي الرسم موجود عندي عن محطوط فيها الفاكهه والعصائر المفضله السؤال بيقول كم يزيد عدد الاشخاص الذين يفضلون عصير البرتقال على عدد الاشخاص الذين يفضلون عصير الاناناس الاناناس البرتقال كم يا شباب البرتقال كم قبل ما نعرض الإجابة البرتقال كم أيوة أيوة بنشوف إجابات مكتوبة أهي أيوة الإجابات بتتكتب عندي عشرة ممتازين كل اللي كتب عشرة ممتاز ممتازين طيب الأناناس كم الأناناس آه ها. مين ياخد باله الأناناس مكتوبة في النص ما بين الأربعة والستة تبقى كام مين كتب أيوة اللي كتب كتب خمسة كتب خمسة ممتازين كل اللي كتب خمسة ممتاز يبقى فعلا الأناناس البرتقال عشرة والأناناس خمسة يبقى كم يزيد الذين يفضلون العصير البرتقال على عصير الأناناس عشان أحسبها أقول إن عدد الأشخاص يساوي عشرة ناقص خمسة يساوي كم شخص عشرة أي عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة أشخاص خمسة أشخاص ممتازين يا أبطال طب تعالوا نشوف السؤال الثاني اكتب سؤالا حول هذا التمثيل ثم اكتب سؤالا ثم احله انت ممكن تختار سؤال من راسك طب لكن انا معلش انا اللي هحط السؤال واعطيكم فرصه للاجابه ها هذا السؤال كم عدد الاشخاص الذين يفضلون عصير المانجو عصير المانجو كم عدد الاشخاص الذين يفضلون عصير المانجو ها عد خمسة أربعة عد تنازل لما اصلها. ثلاثة اتنين واحد انزل الاجابة كل اللي كتب سبعة ممتازين يسفق لنفسه ممتاز 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 كل اللي كتب سبعة ممتاز يا سلام عليكم يا ابطال ما شاء الله عليكم ما شاء الله انا ما شاء الله الطلاب الممتازين المتابعين معانا ربنا يبارك فيهم ان شاء الله ما شاء الله عليهم اتمنى ان هم يفعلوا اكثر المشاركه معانا ويكونوا عشان يكونوا مثال وقدوه لكل ابنائنا اللي موجودين معنا او حتى هيستمعوا لتسجيل لهذه الحصه مره اخرى على اليوتيوب ما تنسوش تابعوا معانا الحصص ان شاء الله على اليوتيوب تنزل تباعا واول ما ينزل الرابط باذن الله نكون حريصين على ان احنا نرسله على الجروبات ايضا ان شاء الله رب العالمين. الان ابنائي واحبابي سوف ننتقل الى سؤال آخر في فقرة تأكد السؤال رقم ثلاثة سجل ثلاثة طلاب في النشاط الفني وخمسة وخمسة في النشاط العلمي بينما سجل عشرة طلاب في النشاط الرياضي أمثل هذه البيانات بالأعمدة ثم أكتب جملة أصف بها هذه البيانات يبقى أنا عندي هنا منساش المطلوب عندي مطلوبين آه تمثيل هذه البيانات بالأعمدة وأكتب جملة أصف بها هذه البيانات. يبقى أول شيء نعمل الرسم، عندنا خطين للأنشطة المفضلة، عندي نشاط فني وعلمي ورياضي. عملنا الخط الرأسي صفر، اتنين، أربعة، ستة، تمانية. قلنا إحنا بنختار الأرقام حسب الأعداد الموجودة عندي هنا تناسبني ولا لأ؟ على حسب الأعداد الموجودة عشان تشوفها هتناسب معايا. هنا تلاتة وخمسة وعشرة. اخترنا أكبر رقم عشرة هتمثلنا به وبالتالي النشاط الفني ثلاثة ما بين الاثنين والأربعة النشاط العلمي النشاط الرياضي عشرة الآن مطلوب مني أكتب جملة أفسر بها هذا التمثيل طبعا زي ما قلنا أنت في تفسيرك لهذه الجملة للبيانات وصف هذه البيانات عندك مطلق الحرية ولكن هنعرض عليكم إجابة يعني نعتبرها الأقرب للصواب وإن شاء الله كل اجتهاد منكم يعتبر برضه اجتهاد صحيح بإذن الله رب العالمين. يبين التمثيل أن النشاط المفضل لدى الطلاب هو النشاط الرياضي، يليه النشاط العلمي، يليه النشاط الفني. ممكن واحد تاني يكتبها بصيغة تانية يقول أكبر الأنشطة التي يفضلها الطلاب هو الرياضي وأقل الأنشطة هو الفني، تمام. واحد تاني يقول إن النشاط الرياضي ضعف النشاط العلمي أو واحد تاني يقول إن النشاط العلمي نصف النشاط الرياضي، كل هذه العبارات والجمل تعتبر صحيحة إن شاء الله. ننتقل الآن أبنائي وأحبابي إلى فقرة تدرب في الكتاب صفحة 158، الكتاب صفحة 158 مع فقرة تدرب. والسؤال بيقول لي أي لوازم المدرسة لدى أنس متساوية في العدد؟ طبعاً هذا السؤال يحتاج الى بيانات وهذه البيانات موجوده عندنا الاحظ ان لوازم لدى لوازم المدرسه لدى انس ايوه كم اي من لوازم المدرسه متساوي العدد متساوي في العدد لاحظ وين الرسمتين المتساويه في العدد ايوه ها مين ومين لهم نفس العدد لهم نفس الطول تمام، الدفاتر والأقلام أو الأقلام الألوان والدفاتر، يا سلام، الدفاتر والأقلام لهم نفس العدد، لهم نفس العدد، هنا 10 وهنا 10. السؤال رقم ستة: كم عدد الدفاتر لدى أنس؟ لا، الدفاتر، أهي الدفاتر، هذه الدفاتر، كم عددها؟ ها؟ أعطيكم خمس ثواني، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد الإجابات اللي كتب عشرة ممتاز أحسنت يا بطل كل اللي كتب عشرة ممتاز أحسنتم أحسنتم جميعا ما شاء الله تبارك الله الآن ننتقل إلى سؤال آخر أمثل البيانات بالأعمدة ثم أكتب جملة أصف بها هذه البيانات عندنا ألوان أخضر وأبيض وأزرق وهذه الإشارات نحولها إلى أعمدة طبعا إحنا قلنا كل ربطة من هدول كده تمثل كام خمسة وبالتالي انا عندي هنا خمسة وخمسة عشرة واتنين ايه اتناشر يبقى الابيض اتناش فوق العشرة وعلى طول طب الاخضر خمسة عشرة خمستاشر وستاشر سبعتاشر تمنتاشر آه الازرق خمسة عشرة خمستاشر عشرين واربعة اربعة وعشرين تحت الخمسة وعشرين بشوية يبقى كده انا مثلت اصفهم بجمله اقول هذا التمثيل يبين ان اكثر الالوان المفضله لدى المعلمين هو اللون الازرق ويليه الاخضر ثم الابيض ويليه الاخضر ثم الابيض طبعا زي ما قلنا احنا هذا تفسير جمله والجمل كلها ان شاء الله تكون صحيحه الان ننتقل الى سؤال اخر سؤال رقم تسعة امثل البيانات ثم اصفها عندي برضو سعيد ومحمد وقاسم وعلي، عدد مرات الفوز في السباق. سعيد ومحمد وقاسم وعلي، عندنا سعيد، طيب كم سباق فاز به سعيد؟ نعد كده، ها؟ الرابطة بكام إحنا قلنا؟ الرابطة بخمسة على طول، ومعاها شرطة يبقى كم معه؟ ها؟ بعد الخمسة وحدة واحدة يبقى إيه؟ يبقى 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 ست، يبقى كام؟ ست. طيب محمد نعد كده له كم اشاره؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة يبقى لغاية الأربعة. طب قاسم ربطة كاملة على طول بكام؟ ممتاز، خمسة. طب وين تنحط الخمسة؟ ما بين الأربعة والستة، يا سلام، ممتازين. طب علي، علي كام؟ أربعة، ممتاز. طيب لو أبي أصف هذه البيانات، إيش أقول جملة على هذه البيانات؟ طبعا انت لك الحرية قول اي جملة تفسر بها هذه البيانات لكن احنا نكتب نقول ايه ان عدد مرات فوز محمد وعلي في السباق متساوية هذه جملة وان سعيد هو الاكثر فوزا في السباق ويليه قاسم ثم محمد وعلي يبقى سعيد اكبر عدد فوزا ثم قاسم ثم محمد وعلي لهم نفس العدد من المرات في الفوز معانا يا شباب كده واضحه كيف عليها ممتاز <applause> الان ابنائي واحبابي وصلنا الى فقره آه مهارات التفكير العليا السؤال رقم عشرة اسال ستة من طلاب صفي عن اللعبه المفضله لديهم ثم امثل الناتج بالاعمده ثم امثل الناتج بالاعمده هذا السؤال ابنائي واحبابي اتمنى ان شاء الله ان اجد الاجابه بتاعته على الخاص ان شاء الله ترسل لي كواجب اختر يعني كانك سالت سته من الطلاب عن اللعبه المفضله لديهم مثلا اختار لعبه ثلاث لعبات مثلا يلعب كوره يلعب سوني يلعب اختر انت اي ثلاثة ريال يلعب بالدراجة مثلا وابتكر انت من عندك وان شاء الله اشوف الاجابات واشوف ابداعاتكم باذن الله رب العالمين على الخاص ترسل لي واعتبر هذه السؤال واجب ان شاء الله رقم 10 صفحة 158 اتمنى ابنائي واحبابي ان احنا نكون استمتعنا مع بعض في حصة اليوم كان معكم الاستاذ بسام رحمي، والى ان القاكم قريبا ودائما ان شاء الله بخير دائما في حصه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اراكم قريبا ابنائي واحبابي الى ان القاكم دائما بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.